فالشاهد من هذا أن من أوصى أن يدفن في بلدته مع أنه مات في غير بلدته فإن وصيته لا تجب ولا يلزم الورثة أن ينفذها، لكن لو أنها نقلت من باب تطيب خاطر أهله حتى يتسنى لهم زيارته فلا بأس بذلك، وإن مات في بلدة تلك البلدة قد لا يدفن فيها المسلم على ما جاءت به السنة، فهنا يجب أن تنفذ وصيته بأن ينقل، لأنه ربما يدفن مثلا نحن عندنا في السعودية يدفن ولله الحمد الميت على ما جاءت به السنة، بعض البلدان يزيدون في ذلك ولربما كتبوا اسمه ولربما أنهم جصصوا قبره ووضعوا الرخام عليه ولربما وضعوا أشجارا حوله، فهنا يجب أن تنفذ وصيته، لا لأنها وصية فقط لا، بل لأن دفنه سيترتب عليه الوقوع في المحرم بل في البدعة بل فيما يمكن أن يكون وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل.